يعد المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحمراء والكورنيش وسط جدة من المكاتب الدعوية البارزة على مستوى المملكة في العمل الدعوي وتوعية الجاليات بفضل منجزاته وأنشطته وبرامجه الدعوية المميزة، وهو تحت إشراف مباشر من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ويحظى بمتابعة واهتمام من معالي الوزير الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ. نحمد الله جل وعلا كثيرا على هذه النعمة العظيمة بما شاهدنا من نشاط هذا المكتب الفاعل، هذا المكتب المتميز بإدارته، المتميز بمشاريعه، المتميز بتنوع مهارات العاملين فيه وسعة أفقهم وإدراكهم لمتطلبات الناس، متطلبات العصر وكيفية التأثير على النفوس. وإذا كان المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالحمراء الكورنيش ووسط جدة إذا كان له محل من الإعراب، فإن محله من الإعراب أنه فاعل مرفوع بتقديرنا جميعا. ومكتب التعاوني الحمراء والكورنيش ووسط جدة هو من المكاتب المتميزة في تنوع إدارته وتنوع المتخصصين فيه، وأيضا إنتاجه والبرامج المتميزة فيه. ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد تهتم بهذه المكاتب التعاونية وتساندها في أعمالها، لأنها تمثل ذراع رئيسة للدعوة، دعوة الجاليات بالخصوص، وإيصال الدعوة لغير المسلمين. هذا المكتب لديه برامج مهمة ومتميزة وفيها الإبداع، كثير من الإبداع الذي لا يماثله في البرامج المعتادة. رؤيتنا أن نكون روادا وواجهة حضارية للدعوة إلى الإسلام. رسالتنا تبصير المسلمين بدينهم وتوعية الجاليات المسلمة ودعوة غير المسلمين بشتى الوسائل الممكنة والمشروعة. الأهداف: تبصير المسلمين بدينهم مما يحقق صحة الاعتقاد والعبادة، بث الوعي الإسلامي والعلم بأحكام الدين بين أفراد المجتمع، توعية المسلمين الوافدين وتعزيز ولائهم، تعليم المسلم الجديد أمور دينه، تأهيل المسلمين الوافدين لنشر الدين الإسلامي، الدعوة والإرشاد. حرص القائمون على المكتب على نشر الوعي الإسلامي في أوساط المجتمع للناطقين بالعربية من خلال طبع الكتب ونسخ الأشرطة وتوزيعها والجولات الدعوية في القرى، إضافة إلى إقامة الدورات العلمية والمسابقات والدروس والمواعظ في المساجد والمخيمات. توعية الجاليات: قلب المكتب النابض والذي يعنى بتوعية الجاليات الغير ناطقين بالعربية سواء المسلمين وغير المسلمين من خلال المحاضرات واللقاءات والدورات العلمية والمسابقات ورحلات الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي، وذلك لدلالة الناس على الخير ودعوة غير المسلمين للإسلام بيسر ولين. كما يقوم القسم النسائي بواجب الدعوة بإقامة المحاضرات والندوات والمعارض للتعريف بالإسلام في المستشفيات والمراكز التجارية، مما جعله منارة تتجه لها الراغبات في التعرف على الإسلام. مشاريع المكتب: انفردنا بمجموعة من المشاريع النوعية في الدعوة إلى الله كانت محط إعجاب وأنظار الجميع. فمن مشاريعنا الدعوية مشروع القافلة الدعوية، حيث يقوم المكتب بزيارة القرى التابعة لمحافظة جدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في القرى المستهدفة في المجالات الدعوية والإغاثية والخيرية، بحيث يقوم أهل كل قرية بتلك الجهود ذاتيا وبمساعدة أهل الخير في مناطقهم والمدن المحيطة بهم. مشروع الأئمة والخطباء، وهو يعنى بإعداد الخطباء الأئمة من سن مبكرة، يتراوح أعمارهم من سن 17 وحتى 22 عاما، وإخضاع المتقدمين منهم لدورات تأهيلية عملية وعلمية في مجال الخطبة ليكونوا عدة المستقبل دون غلو أو فكر منحرف. مشروع القرآن لك: في دراسة حديثة أجراها المكتب وجد أن غالبية الشباب والفتيات مقصرون جدا في قراءة القرآن،
لذا أخذ المكتب على عاتقه تبني مشروع نوعي يسهل للشباب والفتيات موضوع قراءة القرآن، ألا وهو مشروع القرآن لك، وهو عبارة عن موقع إلكتروني يحث الشباب والفتيات على قراءة القرآن وتحسين مستوى التلاوة. مشروع أقم صلاتك، الصلاة هي عماد الدين، فبصلاحها يصلح المجتمع. ومن هنا شرع المكتب بتبني مشروع أقم صلاتك، وهي حملة إعلامية توعوية عن أهمية إقامة الصلاة، وكانت لها نتائج إيجابية كبيرة، إذ بفضل الله أصبح عدد كبير من الشباب يرتدون المساجد بعد الحملة. ثمرة عطائكم. جيمس برادلي، بريطاني الجنسية، بلغ من العمر 63 عاما، قدم إلى المملكة وعمره 31 سنة، وكان يحمل في قلبه وعقله تصورا خاطئا عن الإسلام. وبعد مرور 32 عاما له في المملكة وخلال معايشته للمسلمين، رأى صورا من التسامح والتعايش والألفة بين المسلمين ما لم يره بين أبناء جدته من النصارى. يرى الابتسامة تعلو محياهم، يعاملونه معاملة حسنة، فأثر ذلك في نفسه كثيرا، فبدأ يقرأ ويطالع عن الإسلام وتعاليمه رغم بلوغه الربيع 63 من عمره. عندها امتلأ قلبه بحب الإسلام وانطلق نحو المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحمراء، وتعرف على الإسلام بشكل دقيق. بعدها أعلن إسلامه وغير اسمه من جيمس إلى جمال. ولم تمضي 5 أشهر على إسلامه، ففي أواخر شهر شعبان توفاه الله وقبض روحه. مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحمراء والكورنيش وسط جدة.